رشيد الودغيلي، أستاذ مادة التربية الموسيقية، رئيس نادي أزهار الأندلس. بمناسبة الذكرى 18 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ارتأت المجموعة الصوتية أزهار الأندلس لمدارس الخنساء الابتدائية التابعة للمديرية الإقليمية سيدي البرناصي مشاركة فرحة جلالة الملك محمد السادس والأسرة العلوية بإهداء أغنية جديدة تحمل عنوان مولاي الحسن يا زهرة العيان، كلمات الأستاذ عبد الكريم رزقي وألحان عبد الربيع رشيد الودغيري. وفي نفس الوقت هذه الأغنية يعني تنحاول أننا نرجع لأيام زمان، نربي الروح ديال المواطنة في الأطفال وفي الجيل الصاعد عبر الموسيقى. وشكرا. اليوم يعني تشاركوا في هذه الاغنيه، شو سميتك؟ فاش كتقرا وشو الشعور ديالك؟ سميتي حسام خالص، كنقرا في السادس في مؤسسه الخنساء. هذه الاغنيه شنو عجبك فيها؟ عجبني فيها انها اصلا ديال مولاي الحسن، وحنا مفتخرين به وب صاحب الجلاله نصره الله. جاتك الأغنية صعيبة سهلة؟ كيفاش وجدتوا ليها؟ عادي، كنا كنجيو نهار الجمعة في واحد المؤسسة ودغيا حفظنا. عجبك الحال؟ عجبك الحال؟ الاسم ديالي إيمان ميضيش، كنقرا في المستوى الرابع الابتدائي، وصراحة فرحت بزاف ملي جيت لهاد البلاصة، وكنشكر بزاف المدير المؤسسة اللي خلانا نشاركوا في هذا النشاط الجميل، وكنشكر حتى تحية للأستاذ تاعنا رشيد الودغيري اللي صراحة عاوننا بزاف باش نتمكنوا نحفظوا هذه الاغنيه. عجبتني ونتمنى المولاي الحسن تعجبوا الاغنيه. شكرا. اسمي سيانا، الحمد لله ويا ربي توصل هذه الاغنيه المولاي الحسن وتعجبوا، ان شاء الله رمضان مبارك سعيد. الافتخار كيتقدموا تلاميذ وتلميذات مدرسة الخنساء، وكنهديو هذه الأغنية اللي عنوان ديالها مولاي الحسن لصاحب السمو مولاي الحسن، نتمنى تعجبوا إن شاء الله ورمضان كريم. عجبتك؟ عجبتني ومفتخرة. أستاذ رزقي، مؤسسة الحلو، شاعر وزجال في ذاتي الآن. طيب، أنتم أصحاب الكلمات؟ طبيعة الحال، بشراكة مع الأستاذ الودغيري رشيد اشتغلنا سويا من أجل الاحتفالية بمناسبة الكريمة على قلوب كل المغاربة، مناسبة عيد ميلاد سمو الملكي سيدي مولاي الحسن. وبهذه المناسبة الرائعة التي نريد من خلالها
كما سبق الذكر أن نرسخ لمجموعة من المبادئ التي يجب أن تكون إن شاء الله مرتبطة بشكل كبير جدا بناشئتنا. نحتاج إلى ناشئة قوية من حيث المبادئ الأخلاقية التي بإمكانها أن تعطينا نفسا جديدا لمغرب جديد متطور ينافس على المراتب العليا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.